بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في الدرس الثاني عشر من برنامج الوورد 2010 هنتكلم يا جماعة عن درس بسيط ولذيذ بس مهم في نفس الوقت. الدرس هيتكلم النهاردة عن رأس الصفحة وتسجيل الصفحة وترقيم الصفحات. فرضا ان انا يعني عملت بحث مثلا بهذا الشكل وحبيت احب يعني احط نص يتكرر معايا في كل الصفحات في رأس الصفحة. رأس الصفحة يا جماعة هو عبارة عن مكان هنا هتحط انت فيه نص ولا شكل ولا اي شيء، وبعد كده بيتكرر معاك في كل الصفحات. باجي في ادراج وبروح على رأس وبختار شكل الرأس بتاعي اللي هو شكل النص اللي انا عاوز ايه عاوز احطه بحيث انه يتكرر فيه في كل الصفحات. وليكن مثلا اختار الشكل دوت، هيقول لك اكتب مثلا عنوان المستند هنا. مثلا هكتب هنا التعامل مع الأجهزة الذكية. وبعد ما أخلص الكتابة في رأس الصفحة بعمل إغلاق لرأس وتسجيل الصفحة. نفس الطريقة برضو لو أنت عاوز تحط مثلا نص أو شكل فين في التسجيل عندك هنا، بتيجي برضو في إدراج واختار تسجيل، بيقول لك اختار شكل التسجيل وليكن مثلا هختار الشكل دوت. هتبص تلاقي في نص نزل عندك فين، في اسفل الصفحة. ماشي، تكتب انت النص هنا الجوالات واستخداماتها. مثلا تمام. هتلاحظ برضو ان هو كتب لك هنا ان دي رقم صفحة، رقم ايه؟ رقم واحد. هنعمل اغلاق لرأس وتسجيل الصفحة واصبح النص اللي هو موجود في الرأس هنا او في التسجيل بيتكرر معاك فين في كل الصفحات بهذا الشكل. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي ادراج ارقام الصفحات. هي نفس الطريقه برضو، هنيجي في ادراج وهنختار رقم الصفحه وهنختار الموضع بتاع رقم الصفحه. هل انت عاوز مثلا في اعلى الصفحه، عاوزه في اسفل الصفحه، عاوز مثلا في هوامش الصفحه، عاوزه في الموضع الحالي، على حسب ما انت ايه ما انت عاوز. انا بس دلوقتي هشيل التسجيل، هاجي في التسجيل هنا وهعمل ازاله للتسجيل، وبعد كده هعمل ادراج للصفحه في اسفل ايه في الصفحه، ادراج رقم الصفحة في اسفل الصفحة. هاجي هنا واختار الشكل دوت وليكن. هتبص تلاقي عمل لك رقم الصفحة في شكل زي انت ما اخترته. ماشي، وهتلاقي كل ما تنزل هو بيرقم لك ترقيم تلقائي للصفحة. بعد ما خلصت هعمل اغلاق لرأس وتسجيل الصفحة، وهتبص تلاقي الارقام بتاعتك نزلت في اسفل الصفحة بالشكل اللي انت عاوزه وبدأ الترقيم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.